إنتاج سماد طبيعي للنبات خالي من المواد الكيماوية. هذا بيساعد المزارع إنه يستغني عن المخصبات النباتية اللي بيستوردها من إسرائيل. المخصب النباتي اللي بنشتريه من المنتجات الإسرائيلية بيصل قطاع غزة للتاجر 13 شيكل للتر الواحد. اليوم احنا مخصبنا ما بكلفنا 1 شيكل، احنا بنعطيه للمزارعين ب3 شيكل. بلاس قناة فلسطين الرقمية.